السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم على قناتكم موبخوف دي فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Alors, mes chers élèves, aujourd'hui, on va faire un petit résumé du troisième année primaire et préparation pour quatrième année primaire. Et d'un livre, on va dire au Moraja, Chamil, le Sénat Salit Ibtidaï, ou Sahdir, le Sénat Rabia Ibtidaï. Nous chauffons, on nous dirons, ou Sam Krena, le Sénat Salit, on nous dirons. وايضا نحضروا في نفس الوقت السنه الرابعه ابتدائي باش غادي نبداو نبداو بلي لاتر اي ليسون لي لاتر اي ليسون الحروف والاصوات. قبل ما نبدا نعطي لكم ان بيتي رمارك كورسيف اي سكريبت. كورسيف يعني الكتابه تاع الكراس، اي سكريبت بمعنى الكتابه تاع الكتاب. نعطي لكم ماجيسكول اي مينيسكول. ماجيسكول في بدايه الجمله، ها هو عطيتكم مثال على حرف الأ. اي مينيسكول يعني في وسط الجملة، أعطيتكم مثال على حرف الأ. بالنسبة للماجسكول، بالنسبة لأسماوات العالم دائما نكتبوها بماجسكول، سواء يكون في بداية الجملة ولا في وسطها ولا في نهايتها، دائما نكتبوها بماجسكول. صحيح. عاود سكريبت. سكريبت بمعنى الكتابة تاع الكتاب. عطيتكم ماجسكول اي مينيسكول، هيا مثال مثال بحرف الا، هيا ماجسكول هيا مينيسكول سكريبت. دروك ننتقل للالفابي. الالفابي فرونسي عندنا 26 حرف، اون 26 لاتر اون فرونسي. عندنا 26 حرف في اللغه الفرنسيه الالفابي فرونسي. اذا غادي نعطي لكم، ها هو عطيتكم كيفاش نكتبو سكريبت اي كورسيف، ماجسكول اي مينيسكول في جميع الحروف، وعطيتكم لكل حرف مثال بكلمة. صاي ا كوم لو مو اناناس، بي كوم لو مو باطو، سي كوم لو مو كندا، دي كوم لو مو ديبلوم، او كوم لو مو cerise. F comme le mot feu. G comme le mot girafe. H comme le mot homme. H, on a blé gamme yon krash. Kjol hua une lettre muette. Wa harf samit. I comme le mot imam. J comme le mot jardin. K comme le mot koala. L comme le mot limonade. M comme le mot moto. N comme le mot nid. O comme le mot os. P comme le mot pomme. Q comme le mot coq. R comme le mot rouge. S كما في الكلمات سالاد. تي كما كلمات طارت. U كوم لو مو نور. V كوم لو مو فيلو. W كوم لو مو واغون. X كوم لو مو ديس. Y كوم لو مو يو. Z كوم لو مو زور. لكل حرف عطيتكم كتابة تاعو تاع ماجسكول اي مينيسكول سكريبت اي كورسيف بالتنظيم. ها هي من قسم الشطر الاول عطيت لكم سكريبت، والشطر الثاني عطيت لكم كورسيف. عطيت لكم في الاول ماجسكول، عاود مينيسكول، ماجسكول مينيسكول اي اي سي تيغا. صاي لكل حرف. عاود ننتقلوا لي كونسون اي لي فويال. في الفرنسي عندنا لي كونسون اي لي فويال. لي كونسون هما الحروف، واللي فويال هما لي فويال اللي هما الحركات. ك
كما في اللغة العربية عندنا الضمة والفتحة وإستغاء، عندنا في الفرنسي لي فوايل. بالنسبة لي كونسون عندنا 20 حرف، وما تبقى هما دي فوايل، 6 دي فوايل، 6 فوايل اي 20 كونسون. لي كونسون عندنا ب سي دي اف جي اش جي ك ال ام ان P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. كيف كيف يعني عطيتكم من الفوق سكريبت كيفاش نكتبو سكريبت، ومن تحت كورسيف عطيتكم في الاول الماجيسكول عاود مينيسكول ماجيسكول عاود مينيسكول بالنسبه للسكريبت اي كورسيف. عاود لي فوايل، لي فوايل عندنا سي فوايل، عندنا ستة تا لي فوايل، عندنا أ أ إي أو أو أي أي سمي فوايل إيكغاك، إيكغاك هو سمي فوايل نصف فوايل صحيح. لي فوايل نعاودها لكم، عندنا أ أ إي أو U E Y. عاود بالنسبة للأصوات لي صان، لي صان هما الأصوات، الأصوات ما هما كشغل قادر يتلاقى فوايل مع فوايل يخرج أن صان، يخرج واحد الصوت. دوك نشوفوها في الأمثلة، وقادر يتلاقى فوايل افيك كونسون، ولا قادر يخرج كونسون اي كونسون يخرج واحد الصان. دوك نشوفوها بالأمثلة، كما هنا أ إي يخرج لو صان أو، كما لو مو بول، كما هنا أ والإي كيتلاقاو يخرج الصان أو، كما لو مو بول. عاود هنا أ أ إي يخرج لو صان أو باتو، عاود أ إي يخرج لو صان أو كما أنيمو. هنا أ إي يخرج لو صان أ كما لو مو ف صاي، أ إي أ أ أ إي يخرج لو صان أو كما لو مو أوف صاي، أ إي كما لو يخرج لو صان أي أي كما لو مو لي لو لي لي، أ إي يخرج لو صان أ كما لو مو تخاز تخاز أ أ تخاز، أ تي هاو كونسون إي باردون فوايل بليس كونسون كما لو مو أ كما هنا تخرج اي كما لو مو جوي صاي. عاود او ار يخرج هنا لو مو اي كما لو مو بولانجي بو بولانجي بولانجي. عاود او زد يخرج لو مو يخرج لو صان اي ني لو ني نيف. اي او ار يخرج ي ي كما لو مو برومي برومي صاي. ا ان يخرج لو صان ان ان كما لو مو بولانجي بولانجي باردون. عاود ان 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 تخرج من النيف ان كما لو مو سيترون سيترون اي او ان ايون ايون كما لو مو ليون ليون. او اي تخرج يخرج لو صان وا كما لو مو اتوال اتوال صحيح وا. عاود او اي ان يخرج لو صان وان
كيما لو مو فوا كيما فوا اي ان يخرج لو صون ا كيما لو مو لابا لابا e i n un un reine reine ça y est عاود a i n un un كيما يخرج le son train train u m un un ça y est كيما un واحد U, I, U, I. يخرج le son. Oui, oui. كيما le mot parapluie, parapluie. عاود هنا O, U, I. يخرج le son. Oui, oui, oui. خصنا نحسو بلي هذيك الاو في الاول. Oui, oui. كيما le mot. Oui, oui. نعم. En, en, e n, en. Qui met le mot enfant, enfant. I e n, e u n. Ça rejoint le son ya, ya. Qui met le mot opticien, opticien, électricien. Ça y est, ya. Opticien, هو اللي يخدم النظارات سي اش يخرج لو صون ش ش هادو دو كونسون كيتلاقاو ويخرج هاد لو صون ش شيفال 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 عاود جي ان جي ان كيخرج كيتلاقاو هاد دو كونسون يخرج ني ني مونتانيا مونتانيا صاي عاود بالنسبه لي ليكسي كونجيغيزون غرامر اي اورتوغراف بس مقرينا فيهم هاد الدروس نبداو بليكسيك ولا فوكابولير لي مو دو سالوتاسيون لي مو دو سالوتاسيون يعني كلمات التحيه باش نحييو باش نقولوا مرحبا مساء الخير صباح الخير الى غير ذلك ايتترا عندنا بونجور بونجور بمعنى صباح الخير عطيت لكم رمز تاع بالشمس بمعنى نقولوها في النهار بونسوار نقولوها في الليل هاو رسمت لكم درت لكم قمره والنجوم بمعنى الليل قولوا بونسوار سالو بمعنى مرحبا صاي سالو بمعنى مرحبا عاود باش نقولوا الى اللقاء ولا لغير ذلك عندنا بونوي بمعنى ليلة سعيدة بونوي بمعنى ليلة سعيدة عندنا او ريفوار اديو سالو ا بيانتو ا سوسوار ا توت الور بمعنى الى اللقاء او ريفوار اي اديو سالو عندهم نفس المعنى شغل الى اللقاء ا بيانتو بمعنى في الوقت القريب ان شاء الله نتلاقاو اسسوار بمعنى في هذه الامسيه ان شاء الله زعما كما نقولوا الى اللقاء في العشيه ان شاء الله نتلاقاو كما هكا ا توتالور بمعنى من بعد نتلاقاو شغل شويه عاود نتلاقاو ا توتالور بمعنى عاود من بعد شويه عاود نتلاقاو صاي بالنسبه عاود بريزونطاسيون بريزونطاسيون كيفاش نقدموا رواحنا عطيتكم كيفاش نطرحوا الاسئله وكيفاش نجاوبوا عليها بريزونطاسيون كما هنا كومون تو تابيل كومون تو تابيل ما اسمك تينا كيفاش غادي تجاوبني كاين عده طرق هما ثلاثه انا عطيت اسم لكم بثلاثه درت لكم جو مابيل انا اسمي يا ودير اسمك باغ اكزومبل جو مابيل محمد Je suis Mohamed. Ana ismi Mohamed. Moi, c'est Mohamed. Ana Mohamed. Ça y est. Ou hadi enchanté et ravi bi ma'na mtcharfin.
انشانتي بمعنى متشرفين، غافي بمعنى متشرفين. هذه الاو اللي راها اونتر بارونتاز، او اللي راها بين قوسين، كيكون عندنا فيمينا كي تكون بنت تقول بلي انشانتي بمعنى راني متشرفه بمعرفتك. نديرو هذيك الاو تاع لو فيمينا. هنا انشانتي اي غافي، ما هي لا ديفيرونس ما بين انشانتي اي غافي؟ ما هي انشانتي؟ نقولوها زعما الواحد اللي كبير علينا نحترموه نقولو انشانتي. اي غافي كي يكون عندنا زعما نقولوها لواحد نورمال هكا الزميل تاعنا نقولو لو غافي، جو سوي غافي دو تو فوار، انا متشرف لرؤيتك ولا انا سعيد لرؤيتك. صايي عاود بور بريزونتي ان كاماراد، pour présenter un camarade باش نقدمو الزميل تاعنا نقولو voici، voici امير، c'est mon camarade، هذا امير هذا زميلي. صايي ولا كوليك كاماراد كوليك عندهم لو ميم سونس، سون دي سينونيم ديجا دوك نشوفوهم من بعد. سينونيم بمعنى زميلي، امي بمعنى صديقي، وهذه الاو تاع l'article de féminin. Ça y est. Pour présenter un camarade, je vais vous donner un ami de l'autre. Voici, Zama, voici, Hada, c'est mon camarade. Il n'a pas ami. Ou la collègue, ou la ami. Je vous dis qui fait. Il connaît le cas de ça. Voici Amir, c'est mon camarade. Ou la voici Arwa, c'est ma camarade, ou la ma collègue, ou la mon ami. Ça y est. Quel âge tu? Quel âge? Âge tu? Bimana, comme en Maroc, tu as quel âge? Tu as quel âge? Comme en Maroc. Par exemple, j'ai 10 ans. Andy Ashesne. هذه بعض الطرق اللي كشغل نتوما اللي خصكم تعقلوا عليهم، وكاين عده طرق واحد اخرين دوك عاود مع المستقبل ان شاء الله، وربما في هذه السنه غادي نعطيهم لكم ان شاء الله. صحيح، هذه فقط تذكير للسنه اللي فاتت. بالنسبه لبوغ سو دوكومون فو بوفي لو تيليشارجي، جي مي لو ليان sur la boîte description. بالنسبه باش تحملوا الموضوع راني درت لكم الرابط، راه موجود في صندوق الوصف، بامكانكم تحميل هذا الملف وتانيك تحطوه وتقراوه باش تحضروا للدخول المدرسي ان شاء الله. عاود بالنسبه لي برونون بيرسونيل، قرينا ايضا لي برونون بيرسونيل واللي هي الضمائر. عندنا جو، تو، il، elle، nous، vous، il avec s، elle avec s. نعاود نقراهم لكم ونشرحهم لكم. je بمعنى انا، tu بمعنى انت، il و elle بمعنى il هو، elle هي، nous نحن، vous انتم، il avec s، elle avec s، il avec s هم، elle avec s هنا. بالنسبة للغة الفرنسية ما عندناش المثنى، ما عندناش أنتوما وهما إلى غير ذلك. في اللغة الفرنسية لو بلوريال أبارتيغ دو دو بيرسون، بمعنى الجمع في اللغة الفرنسية يبدأ من شخصين ولا من شيئين. صايي، من هذاك الشيء يبدأ الجمع دو بيرسون. صحيح ولا دي شوز يبدا البلوريال. بالنسبه لو مو، بالنسبه للكلمات، لو مو اي سو كومبوز ان ارتيكل، ان ارتيكل ديفيني او ان ديفيني، يعني باغ اكزومبل بلوس لو مو اكزومبل لا فريز. قال لك لو مو يتكون من اداه تعريف ولا التنكير بلوس لو مو بمعنى زائد الكلمه. عطيتكم مثال لا فريز بمعنى لا هي لارتيكل، هذه ارتيكل ديفيني.
plus le mot huwa fraise. Huwa fraise, ya al-kalima. Et l'article huwa la. Adna, article défini et indéfini. Un mot avec un article défini. Qui met le mot le livre, la girafe, l'abricot, les écoles. Mamma les articles là. Adna, le, la, elle apostrophe, les. Hado, les articles définis. Ça veut dire quoi? Wasmi'ni. Hadi bimana, tat ta'rif. Kikoun adna, zama chez mu'arraf, ndiro, le, la, elle apostrophe, les. Kima, meqabla flora l'arabia, alifu lam ta'rifia. Ça y est, kshol, zama, le livre. بمعنى هذا الكتاب راه معروف تاع واش وراه باين تامن وي اي سي تي را صاي لا جيراف لا بريكو لي زيكول لو لواش نديروها لو نديروها كي يكون عندنا كلمه مذكره كيما لو ليفغ ليف سي تان نو كوما ماسكولا هو اسم شيء مذكر لا جيراف لا جيراف Là, je donne là, parce que girafe, c'est un nom, un animal féminin. La qibel, girafe, wa ism hayawan mu'annat. Diro, la. Elle apostrophe. Elle apostrophe, ou je donne là, elle apostrophe. Elle apostrophe, on dirou ha, qui connaît na, l'ism yibda b'voyel. كي يكون يبدا بفويل نديرو ال ابوستروف بغا يكون ماسكولين ولا فيمينا نديرو ال ابوستروف عاود بالنسبه لي لي نديروها كي يكون عندنا الجمع بغا يكون عندنا مذكر مؤنث يكون عندنا اسم يبدا بفويل ولا بكونسون دائما نديرو لي صاي عندنا Les articles définis, عندنا le, la, l'apostrophe, les. دروك ننتقلوا un mot avec un article indéfini, بمعنى غير معرف. طيب يعني درت لكم بنفس الامثله نفس الشيء درت لكم un livre, une girafe, des girafes. Un نديروها كي يكون عندنا اسم مذكر ان كي يكون عندنا مؤنث دي كي يكون عندنا جمع صاي متفاهمين في هذه النقطه ننتقل لدرس واحد اخر عندنا ثاني قرينا لي مومبر دو لا فامي لي مومبر دو لا فامي اعضاء العائله ولا افراد العائله ما فامي بمعنى عائلتي مي غران بارون بمعنى جدي وجده في اللغه الفرنسيه شغل الأجداد نقولوا لهم مي غران بارون مي غران بارون صاي الجد نقولوا له مون غران بير الجدة نقولوا لها ما غران مير صاي الوالد نقولوا له مون بير الوالدة نقولوا لها ما مير الأم نقولوا لها ما مير والأب نقولوا له مون بير الأخ نقولوا له مون فخير الأخ نقولوا له مون فخير سي موا هذا أنا والاخت نقولوا لها ما سوغ الاخت نقولوا لها ما سوغ العم نقولوا له مون اونكل ولا الخال نقولوا له مون اونكل الخال ولا العم نقولوا له مون اونكل ما طونت العمه والخاله نقولوا لها ما طونت لو كوزا ابن الخال ولا ابن الخاله ولا ابن العمه ولا ابن العم ولا مهم نقولوا له مون كوزا مون كوزان اي البنت الخاله ولا بنت العمه ولا بنت الخال ولا بنت العم نقولوا لها ما كوزين ما كوزين صاي ننتقلوا عاود درس واحد اخر واللي هو دون ما شومبر واسم متواجد في الشومبره تاعك عندنا بوستر بمعنى بوستر بمعنى صور لاصقه عندنا لامب لامب كما راكم تشوفوا غيفاي درا لي كوفرتور ماتلا طابل دو نوي اوريي
tapis, armoire, fauteuil. عاود روك alimentation. Alimentation, قرينا فيها les fruits بمعنى الفواكه. عطيت لكم أمثلة شغل كاين لي فروي بزاف، راني درت لكم أمثلة. كاين فخاز، باش، أبريكو، ميلون، باستيك، غيزان، سيترون، أورانج. عاود عطيت لكم لي ليغوم بمعنى الخضروات. Pomme de terre, tomate, carotte, courgette, concombre, champignon, chou, radis. Ça y est. Alors, c'est comme les desserts, le dessert. Le dessert fait chocolat. Gâteau, gazeuse, jus. Ça y est. Aoud, les animaux. Les animaux, d'être comme quelques animaux. Une vache, un couchant, un tigre, un oiseau, la baleine, la tortue, un poisson, un ours, un chien, un insecte, un cheval. Un coq. Ça y est. عاود بالنسبة للأيام والأشهر والفصول. Les jours بمعنى الأيام. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. باش يبدا الأسبوع يبدا بديمونش الحد. لندي اثنين، مغدي ثلاثاء، مغدي الأربعاء، جدي الخميس، فندردي الجمعة، سامدي السبت. عاود لي سيزون بمعنى الفصول. عندنا إيفر بمعنى الشتاء، برينتون الربيع، إيتي الصيف، أوتوم الخريف. لي موا أشهر السنة. شغل ديرهم في راسك بالترتيب يلا نقولهم باللغة الفرنسية. جانفيي فيفريي مارس أفريل مي جوان juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. شغل تقربوا للغة العربية، شغل نفس كاين بعد نفس النطق. عاود je compte 0 à 1000. عاود ندروك نحسبوا من صفر للألف. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 110 etc 1000 etc. Ça y est. عاود كما حنا نقولوا هنا 100 115 116 123 199 etc. عاود هنا 1001 1002 1005 1006 1110 etc. الى غير ذلك. عاود بالنسبه لور الساعه. لور هنا هيا هنا لور باغ اكزومبل
L'heure 12, 2 heures. C'est 12. Ou la minuit, midi, 12. 12 à l'île, 12 à l'heure. Là, par exemple, par exemple, Ndero, 2 heures, 7 minutes. 2 heures, 7 minutes. 2 heures et 7 minutes. Yani, ça zouche ou se fait kayak. Hana, par exemple, 2 heures et quart, quart, warba. Bimana, warba, quart, ya, warba. Aïe, kif, kif. Hana, 2 heures, 20. Ça zouche ou achin tkaka. Ça y est, hana, 2 heures et demi. Bimana zouj ou nos. Demi bimana ou nos. Ça y est. Aoud hana, hana, nous pouvons dire 2 heures et 40 minutes. Nous pouvons dire zouj ou 40 minutes. Ou là, nous pouvons dire 3 heures moins 20. Yani, 3 قل 4 صحيح كما اللغه العربيه هنا 2 ساعه 40 مينوت بمعنى 2 و 40 دقيقه ولا نقدروا نقولوا 3 ساعه موان 20 مينوت يعني 2 قل 20 دقيقه عاود هنا موان كار هنا قلنا اي كار وربع وهنا موان كار قل ربع موان كار يعني قل ربع عاود هنا كيف كيف هنا موان 10 بمعنى قل 10 دقائق زعما 3 ساعه موان 10 مينوت صاي عاود ننتقلوا لو بلوريال لو بلوريال اون اس اي اكس باغ اكزومبل كوم دي دي اكزومبل لي سانج لي سانج هيا لو تولات لي ديجا شفناها في لي زارتيكل انديفيني انديفيني ترجعوا تقدروا لا فيديو قلت لكم بلي لي نديروها كي يكون عندنا جمع واسم زدنا في لو مو سانج زدنا لا اس بمعنى لارتيكل تاع تاع الجمع لارتيكل دو بلوريال بمعنى دليل بلي هذا لو مو راه في لو بلوريال عاود هنا لو شامو لو شامو بمعنى جمل لي شامو درنا لا X. قلنا لو مو اللي يكمل E A U دائما نديرو له X à la fin نديروش S à la fin عاود لو فيمينا لو فيمينا لو بيتي تولي لا بيتيت هنا كما هنا لو تولي لا قلنا بلي لو الارتيكل ديفيني بور ماسكولان اي لا بور لو فيمينا ونديرو لا E à la fin, l'article de féminin. Un chanteur, une chanteuse, on a le mot un, tous les une, ou le mot qui s'appelle E, U, R, R, tous les us, une chanteuse. Un musicien, une musicienne, qui le mot qui s'appelle I, E, N, double ou le N, tous les deux N, E, une musicienne. Le premier pronom qui le mot qui s'appelle I E R tous les la première qui maintenant l'exemple là la première là le E hada et R ça y est la première ça y est aoud la phrase. Alors maintenant la phrase là la phrase déclarative, la phrase déclarative elle se commence par un majuscule et finit par un point. La phrase déclarative tibda b majuscule harf majuscule ou tkemmel b point. Par exemple, je donne le chocolat à mon frère. Je donne le chocolat à mon frère. Bdat j en majuscule et point à la fin. تانيك طرقتو لي زيليمون دو لا فراز ديكلاراتيف يعني مكونات الجمله
La phrase déclarative, ça veut dire Zama déclare, Zama Tkolna, Mokhbera. Adna, je, où est le sujet? Don, verbe. Le chocolat, c'est le complément d'objet direct. À mon frère, c'est le complément d'objet indirect. Les genres de la phrase. Anwa al-Jumal. Adna, la phrase interrogative. La phrase interrogative. Il y a l'istifhamia. Comme deux exemples, il y a comment tu t'appelles? Les types d'un article de question qui m'a comment, quoi, combien, etc. Comme tu as fait ton exercice, tu as fait ton exercice et non tu as fait ton exercice, tu as fait ton exercice, mais maintenant l'exercice. درت التمارين تاعك عاود هنا لا فراز ديكلاراتيف لا فراز ديكلاراتيف كيما شفناها من قبل تبدا ماجيسكول اي فيني بار ان بوان جو مابيل رايان انا اسمي رايان شو راني نقول لك على اسمي انا جو ديكلار مون نو عاود لا فراز اكسكلاماتيف لا فراز اكسكلاماتيف وهي الجمله التعجبيه كال بيل جورني كال بيل جورني تكمل تبدا بماجيسكول وفيني بار ان بوان اكسكلاماسيون لا فراز امبيراتيف لا فراز امبيراتيف الجمله تاع الامر دون موا طون كايي دون موا طون كايي بمعنى اعطيني كراسك هي الجمله تاع الامر لا نيغاسيون لا نيغاسيون بمعنى النفي Je ne suis pas d'accord avec toi. أنا مانيش معاك. مانيش موافقك في الرأي. La négation, là, ne pas. Léger, ne, out le verbe, out pas. D'accord avec toi. Out là, je ne veux pas ni couscous, ni rishta. Manish barré. Le couscous, le rishta. Qui chouette, là, on dirait ni, ni, qui connaît là, chez un, manish barré, non, on dirait ni, ni. Out, qu'on a technique l'expression Elia. L'expression il y a par exemple dans notre quartier il y a des belles maisons zama fi hina yujad manazil jamila hada had la phrase aql liha taqrib ghadi nhtajouha f 4e année inchallah dans ma chambre il y a un miroir fi ghurfati yujadu mir'at Il y a. Yujad. Il y a. Ça y est. L'expression il faut. Il faut bimana yajib. Il faut brosser les dents avant de dormir. Yajibu ghasl al-asnan qabla an-nawm. Il faut respecter tes parents. Yajibu ihtiram walidak. Walidain. Il ou elle. Waqtash ndiru il, waqtash ndiru elle. Soulève, joue. La corde soulève ism ta bint. Alors on se met dire elle joue la corde. Aoud Bilal achète un nouveau pantalon. Et Bilal ishtara sirwal jadid. Bilal ism mudakkar. Alors on se met dire il achète un nouveau pantalon. وبهذا وصلنا لنهاية المراجعة وما تنسوش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لحقكم كل جديد وما تبخلوناش بإعجاباتكم وتعليقاتكم المحفزة لكي نواصل ونستمر وأيضا نضيف لكم واحد الحاجة هذه السنة إن شاء الله غادي نقدم دروس خصوصية في اللغة الفرنسية للطور الابتدائي للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة للتواصل معي بإمكانكم التواصل معي في الصفحة على الفيسبوك أو من حسابي الخاص المتواجد في صندوق الوصف